ضيفنا لما تعمل عيد ميلاد أكترنا وأخدوا أولادهم الملاهي. بسم الله نبدأ حلقتنا في صباح يوم جديد محمل بكل المعاني الحب والعشق وأيضا المشاكسة بين الأولاد وأمهاتهم في فيلا رعد الحديدي، وبالتحديد في غرفة نومه. بتقوم إسراء من نومها علشان تصحي أولادها علشان يروحوا المدرسة. دخلت وتوضت وصلت فرضها، وبعدين خرجت من غرفة نومها علشان تصحي ولادها، ودخلت غرفة النوم لقيتهم نايمين نوم عميق. بدأت بجاسر: جاسر حبيبي قوم يلا هتتأخر عن المدرسة، قوم بقى متغلبنيش معاك. جاسر فتح عينيه وبصوت نعس قال: حاضر هقوم، وراح تاني في النوم. وإسراء بصوت عالي: جاسر قوم يا ولد يا جاسر. وجاسر وفهد اتخضوا وقاموا من على السرير وبيقول لها: والله حرام، هو كل يوم على كده علشان انتوا متعبين كل يوم في نفس الموال. يلا ادخلوا اتوضوا وصلوا والبسوا اليونيفورم عشان المدرسة لحد ما اجهز لكم الفطار والسندوتشات. وراحت للمطبخ لقت الشغالين، دخلت وصبحت عليهم: صباح الخير. صباح الخير يا هانم، مش انا قلت مش عايزة حد يقول لي يا هانم؟ ما تقولوا لي يا إسراء. ما يصحش، العين ما تعلاش عن الحجب يا هانم. خلاص يا ستي، انت وهي قولوا لي يا دكتورة لو ده اللي هيريحكم. تمام تمام يا ايه يا دكتورة. وبعد ما اتكلمت اكبرهم سنا وهي ده دم محمد: ربنا يجبر بخاطرك ويسعدك ويسعد ايامك ويفرح قلبك زي ما بتكبر بخاطرنا كده. وإسراء راحت عليها وبستها من دماغها: ربنا يخليك يا دادا، على فكرة انت زي ماما، وحنان وسميرة دول زي اخواتي، مفيش فرق بينا. ويلا بقى بدل ما نلاقي الاخين اللي فوق دول بيندهوا عيوني. احلى فطار لاحلى جاسر وفهد. وانا هعمل السندوتشات، سيبينا انا يا دكتورة وانا هعمله. ربنا يخليك يا حنان، بس انا بحب اعمل اكل ولادي بايدي، وانتي وسميرة ساعدوا ده دم محمد، وانا هعمله في السريع واطلع لماما ورعدة صحيهم، تكونوا انتوا جهزتوا الفطار. تمام يا امارات؟ تمام يا دكتورة. وبعد شوية انا خلصت السندوتشات، هطلع انا بقى في السريع اصحيهم وننزل نفطر كلنا. وخرجت من المطبخ لقيت ايد بتسحبها: هو انا قلتلك انا بعشاك قبل كده؟ طبعا مفيش غير رعودي. الله عليك يا رعد، خضتني. طب تعالي وانا اقولك بطريقته الخاصة. واشتلها وتلعبها لفوق، واشتلها وتلعبها على السلم، وبيبص لأبوهم والمامتهم اللي مكسوفة. ويجاسر وفهد بغمزة: يا بابا يا ماما تعبانة ولا ايه؟ اه تعبانة. يلا يا واد وسع انت وهو علشان اطلع مامتكم، اه وكمان خلوص سندوتشاتكم، ونادوا على الدادة. نزلني يا رعد، ما يصحش حد يجي ويشوفك كده. مش هنزلك، واللي يشوف يشوف، واللي غيران مننا يعمل زينا. وبيغمز لجاسر والفهد، وجاسر وفهد قالوا: الله معاك يا وحش، نسيبكم احنا، البص قرب على وصول، افطروا الاول. ولسه الولاد هيتكلموا جت الدادة ام محمد وشفت رعد شايل إسراء وابتسمت ودعت لهم بالسعادة: ايوه يا بيه. بيه ماشي يا دادة، انا مليون مرة قلت انا زي ابنك، ومفيش ام تقول لابنها يا بيه. ربنا يخليك يا رعد يا ابني ويسعدك يا رب. تسلميلي، بقولك فطر الولاد وصح ماما وسلمى لحد ما اشوف الدكتورة تعبانة. ماشي يا قمر. ماشي يا حبيبي، ربنا يسعدكم ويفرح قلبكم يا رب. يلا علشان تفطروا قبل ما الباص يجي. وفهد عنده حس فكاهي: ماشي يا بطوتي يا قمر انتي حبيبي يا فهد انت وجاسر. وخدتهم لأوضة السفرة وقعدوا فطروا، وبعدها الباص جاء وهم خرجوا من الفيلا وركبوا الباص. والفيلا من فيلا الأبطالنا، وكانت فيلا مالك وحبيبة، وتحديدا في غرفة السفرة قاعد مالك وحبيبة، وحبيبة ومامتها ومامت مالك وبابا حبيبة، والقمرين دنيا وحنين قاعدين وبيفطروا بهدوء. بس طبعا الأخ مالك بيكلم حنين: مالك يا حنون حبيبة قلبي بابي. نعم يا بابي. انت زعلانة ليه؟ مين مزعلك؟ ليش مزعلني يا بابي؟
بيقول لي لو تبطلي تكلمي جاسر ورعد وفهد ومراد لا ينسى اللي بينا. تنسي ايه يا اختي؟ اللي بينا يا بابي ايه؟ مش فاهمها دي ولا ايه؟ لا يا اختي فاهم. وايه اللي بينكم بقى؟ انا بحبه وهو بيقول لي ان انت حنين الليث وملكه. حنين ايه يا اختي؟ الليث؟ اه يا ليث الكلب، انت وانت وابوه لازم افرقكم انتوا الاثنين. بابي لو سمحت ما تشتمش على ليثي. يا سلام يا سوس. اه سمعت يا ست حبيبة بتقول لها ليثها وهو بيقول لها حنين الليث. شفتي يا حبيبة يا اختي؟ وحبيبة هي وكل اللي حواليها بيضحكوا على مالك وبنته، ومش قادرة تتكلم لان بنتها قالت لها كل حاجة ومش بتخبي عنها حاجة. خلاص يا مالك انا مفهمها كل حاجة. ماشي يا بيبة لما نشوف. وبعدين مالك كلم دنيا. دنيا؟ نعم يا بابي. انت اخبارك ايه؟ اوعي تكوني زي اختك. انا؟ لا طبعا انا مركزة في مذاكرتي، عايزة ادخل كلية الشرطة او كلية الحربية، يعني مش فاضية للكلام الفارغ ده. وبعدها سمعوا صوت الباص، قاموا من اماكنهم وسلموا على باباهم ومامتهم وجدتهم وخرجوا وركبوا الباص، وفي مكان تاني في فيلا جاسر واحمد الالفي في غرفة جاسر. اي قاعدة متنرفزة وجاسر خارج من الحمام وشافها قاعدة مبوزة وبتاكل في نفسها، عارف ان ابنه منرفزها وقعد جنبها وبيقول لها مالك يا ايوش يا حبي؟ مفيش. مالك بس قوليلي ايه اللي مزعلك؟ رعد يا جاسر رعد، مفيش كلمة بيسمعها مني، انا تعبت منه. دخلت عليه لقيته بيلبس لبس المدرسة، بقول له انا هنزل اجهز لك الفطار انت واختك، يقول لي ماما انا مش عايزة افطر. لو تي عايزة تفطر وانا هدخل غرفة الرياضة هتدرب لحد ما الباص يجي. وشديت انا وهو وبقول له ما ينفعش تلعب رياضة من غير اكل، وبرضه اللي في دماغه بيعمله. سبته وجيت على هنا وهو نزل وما بيسمعش كلامي، انا تعبت منه بجد. طب اهدي طب اهدي وانا اكلمه. وما تتعصبيش ويلا قومي ننزل نفطر وانا هنادي على رعد. وقوم آية وخدها ونزل هما الاتنين، وجاسر نادى على رعد وكلمه بهدوء. انت ما ينفعش تلعب رياضة الا ما تكون واكل كويس. حاضر يا بابا انا اسف يا ماما. ودخلوا اوضة السفرة وكان موجود عيلتهم كلها، ودخل جاسر وبيقول لهم صباح الخير. صباح النور. اتأخرتوا بالليل؟ موال كل يوم بين الدكتورة ورعد باشا. من شبه أباه فما ظلم يا رعد يا ابني. ليه كده يا ست الكل؟ ده أنا كنت طيب. طيب إيه يا حبيبي؟ ده أنت وأحمد كنتم مطلعين عيني، ولولا أبوكم عليا كان زماني اتجننت من عمايلكم. أنا يا ماما ليه كده بس؟ ده أنا كنت بقول ليس إن أنا كنت ولد مطيع. لازم تفضحينا كده قدام الولاد؟ يا فضحت قدام العيال. والولاد بيضحكوا عليهم. وبابا جاسر قال بعد الشر عليك يا هناء يا حبيبتي. فعلا والله يا آية يا بنتي نفس اللي بيعمله رعد فيكي جاسر وأحمد كانوا بيعملوه، وكنت باجي الاقيها متعصبة برضه. الله يكون في عونك انت وتقى. والله يا عمي انا تعبت من كتر الكلام. خلاص يا حبيبتي هو خلاص فهم بقى ومش هيعترض على اي حاجة. صح يا وحش؟ صح يا بابا وانا اسف يا ماما. ماشي يا حبيبي. وبعدها سمعوا صوت الباص، والأولاد الأربعة رعد وليث وتيا وعشق خرجوا وركبوا الباص، وفي مكان تاني في فيلا محمود وشروق. مراد ورودي لبسوا وفطروا ومستنيين الباص وقاعدين مع جدهم وباباهم ومامتهم وبابا محمود وأخت محمود. وهم قاعدين سمعوا صوت زمارة الباص، وبعد فترة استأذنوا وخرجوا وركبوا الباص ونروح لمكان تاني في فيلا نور وحمزة. نور قاعدة في أوضتها مستربعة ومبوزة، وحمزة خارج من الحمام وشافها قاعدة كده عرف إن أولاده هم السبب. نور انت قاعدة كده ليه؟ ونور بتبص له وساكتة. يا بنت ردي. أردول إيه؟ أردول إيه؟ ليه؟ ما احنا كل يوم على كده، أولادك مجننيني ومش بيسمعوا كلامي. أنا مش هخرج ولا صحي ولا هفطر ولا هتكلم من أصله. ها؟ وحمزة كاتم ضحكته بصعوبة وبيكلمها. طب اهدي بس
وهطلع لهم وهنادي عليهم وهنادي على ماما تفطرهم، بس يا ريت ما تتعصبيش. ولسه حمزة هيخرج من اوضته؟ نور وقفت وقالت له لا ما تناديش لماما، انت ادخل صحيهم وانا هجهز الفطار علشان بابا فريد وماما وفاء، انا ماليش دعوه بيهم. ها، وخرجت جري ونزلت المطبخ، وحمزه هز راسه بيأس منها ودخل اوضه ولاده مازن وفريد. ولد انت هو اصحى. وفريد ومازن سمعوا باباهم وقاموا جري من على السرير. يا بابا في ايه؟ 5 دقايق تخش الحمام تتوضوا وتلبسوا وتصلوا وتنزلوا على طول. حاضر يا بابا. امال ماما فين؟ مالكوش دعوه بماما، انا اللي هصحيكم كل يوم من هنا ورايح، واشوف انتوا بقى بتسمعوش كلام ماما ليه وازاي. ويلا كده انجزوا على ما ادخل لمليكه. وخرج وسابهم وراح في غرفه مليكه وخبط ودخل. صباح الجمال على احلى بابي. صباح الورد والفل على اجمل بنوته في الكون. ربنا يتقبل منك صالح الاعمال. منا ومنك ان شاء الله. امال مامي فين؟ زعلانة يا ستي من فريد ومازن. هما بقوا كده متعبين يا بابي كده، وعلى طول مش بيسمعوا كلام مامي ولا في الصحيان ولا في المذاكرة، وانا كنت هقول لحضرتك بس مامي قالت لي ما تقوليش لبابي علشان هو بيبقى تعبان، بس بصراحة انا بقول لحضرتك علشان مامي بتتعصب عليا، وياريت يا بابي ما تقولش لمامي، لا تزعل مني وتقول ان انا فتنت. ما تخافيش يا حبيبتي، سيبيني بقى وانا هعرف بطريقتك. ويلا انزلي علشان ماما نزلت تجهز الفطار. وخرج وراح على اولاده لقوهم خارجين من اوضتهم وقال لهم ادخلوا تاني. ليه يا بابا؟ وحمزه بص لهم بصه رعب. انا عايز افهم انتوا ليه مزعلين ماما منكم؟ يا بابا احنا ما حصلش. يا بابا وانت يا استاذ مش عايز تقول حاجه؟ يا بابا ماما على طول بتتنرفز علينا من غير سبب. بجد والله؟ بأمارة ان انتوا لا بتصحوا ولا بتذاكروا صح؟ ما هي نور مفترية وبتيجي عليكم. عقابا ليكم مفيش نادي لمدة اسبوع ومفيش تدريب علشان تبقوا تسمعوا الكلام وتنزلوا دلوقتي تبوسوا ايدين مامتكم وتخليها تسامحكم انتوا الاتنين، وإياك تاني مرة اسمع شوكة منكم. ويسابهم وخرج ونزل وراح على غرفة السفرة ويصبح على بابا ومامته واخته ويباس دماغ نور وقال لها ما تزعليش يا قلبي، هما هيجوا يتأسفوا دلوقتي. وبعد شوية دخل مازن وفريد وقالوا صباح الخير، والكل رد ما عدا نور. ومازن وفريد وقفوا ناحية نور وقال لها ماما ما تزعليش مننا واخر مرة، وهنسمع كلامك ومش هنزعلك تاني اخر مرة سامحينا، وبابا كمان عاقبنا وقال لنا ان مفيش نادي ولا تدريب لمدة اسبوع. والنور بتلقائية لا ازاي، طب والمسابقة ما ينفعش يا حمزة. وحمزة بغضب مصطنع انا قلت ده عقابهم وهما هينفذوه واللي عندي انا قلته. وقام واقف وخرج جري قبل ما يضحك على نور اللي أصلا نسيت زعلها من ولادها وافتكرت بس مستقبلهم. ونور خرجت جري وراه يا حمزة يا حبيبي وربنا ما ينفع يا عم، انت مين قالك ان انا زعلانة منهم اصلا؟ عم ماشي يا اخي صبري، انا عاقبتهم علشانك وجاي دلوقتي ترجعي دلوقتي ليه؟ عاقبهم اي عقاب تاني غير حرمانهم من التدريب ولا من المسابقة؟ لما انت مش هتقدري تزعلي منهم ليه الدراما بتاعت الصبح دي؟ خلص بقى يا سيادة العقيد بقى، ويلا بقى علشان تلحق تفطر والأولاد كمان. بموت في طيبة قلبك دي، نورت قلبي. يا حمزة بقالك كتير قوي ما قلتهاش. يا ده أنا وحش قوي كده، ده انت نورت قلبي وروحي وقلبي اللي بيعشقي، ده أنا لازم أعوضك اللي أنا قصرت فيه ده. بجد يا حمزة لسه بتحبني؟ بحبك بس، ده انت عشقي يا نورة من اول يوم شفتك فيه وانت جوه قلبي. ولسه هيبوسها سمع صوت مامته بتنادي عليه هو ونور. فوفا بتيجي في الوقت الغلط. فوفا تيجي براحتها. ودخلوا فطروا، وبعد شويه سمعوا صوت الباص، والاولاد الثلاثه اخذوا بعضهم وخرجوا وركبوا الباص. استوب لحد هنا ونكمل بكره، يا ترى ايه اللي هيحصل بين الاولاد
والبنات. بس استنوا قبل ما تمشوا، دعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.